بشركم وبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا المرة اللي فاتت الحمد لله عملنا ايه؟ راجعنا القواعد، أليس كذلك؟ طيب، احنا قلنا انه هذا الكتاب بناه الشيخ على قسمين. القسم الأول ذكر فيه القواعد التي سيرد إليها الإجابة على كل الشبهات التي تأتي بعد ذلك. القسم الثاني ذكر فيه الشبهات. طبعا هو الرجل لم يرد تتبع كل الشبهات، الشبهات كثير قوي، ولكنه ذكر أمهات الشبهات أو الشبهات التي يكثر السؤال عنها أو الشبهات التي إذا فهمت خلاص انت غيرها تفهم لوحدك. شبهات على التفصيل في موضوع كان أشرف عليها الدكتور محمد داود اسمها موضوع في البيان، حوالي 25 مجلد جمع فيها كل الشبهات التي تقال حول الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وصنفوها. الشبهات المتعلقة بالإسلام لوحدها، شبهات متعلقة بالقرآن لوحدها، شبهات متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لوحدها، وهي الحمد لله رب العالمين موجودة في مكتبة الأكاديمية تحت، حوالي 1300 شبهة أو 1200 وشوية شبهة. كل ما يقال على الإنترنت على المواقع جابوها وصنفوها وفهرسوها فجزاهم الله خير. طبعا أنت حضرتك عشان بقى ترجع للكلام ده كله يعني تبقى عايز حاجة معينة، فهتروح للفهرس بتاع الموسوعة دي تدور مثلا على لو تعدد زوجات النبي مثلا، خلاص تبحث عن كلمة تعدد في الجزء الخاص به النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا موسوعة ثلاث أقسام، وبعدين تمسك حرف الألف تفوته، وبعدين حرف الباء تفوته، وبعدين حرف التاء تفوته، التاء هتلاقي بعدها تاء ألف هتفوتها لحد ما توصل لتاء عين، وبعدين تاء عين دال، وهكذا. يبقى إذن إيه؟ فاللي عايز بقى إيه اللي فاضي من حضراتكم وحابب الموضوع ربنا يوفقه إن شاء الله ويقعد يقرأ براحته، ما فيش مشكلة. الشيخ هنا جاب أمهات الشبهات التي تكثر في هذا الزمان، وقسمها أيضا وصنفها إلى شبهات وسماها انتباهات. ليه سماها انتباهات؟ لأنه بيفترض في من يسألها أنه مسلم مغرر به، يعني واحد مسلم، هذا المسلم لم يتربى على الإسلام فلسفة ولا عقيدة ولا حضارة، غالبا ممكن يكون يتعلم في جامعات غربية مثلا، ها، أو جامعات الدين فيها مش مهم قوي، فإيه فعنده بقى عنده كده خليط من الدين ولا دين من غير ما يشعر. فهو أراد بهذه الانتباهات إنه يلفت نظره عشان يكون متسق مع نفسه، أنت مسلم فأنت انتبه ما تقولش كذا كذا كذا. فقسم هذه الانتباهات إلى حاجات متعلقة بالإلهيات، حاجات متعلقة بالأنبياء، حاجات متعلقة باليوم الآخر، أمور متعلقة بأصول التشريع إلى آخره. فهو الانتباه الأول جعله في ماذا؟ في الأمور الإلهية وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى مبني على إثبات حدوث العالم، مش كده؟ يعني أنت حتى تقول أن هذا العالم له إله ينبغي أن يكون هذا العالم حادثا. يعني حادث يعني له بداية، وإذا ثبت أن هذا العالم له بداية يبقى له مبدي، مش كده ولا إيه؟ لأنه إذا قلنا أنه له بداية يعني لا تستطيع أن تقول، لا يصح أن تقول أنه هو الذي ابتدأ نفسه، وإلا كان دور، والدور مستحيل أو واحد من المستحيلات العقلية.
وما ينفعش برضو تقول إن هذا العالم خلقه عالم أو وجد من عالم آخر مثله، وإلا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، والتسلسل إلى ما لا نهاية باطل مستحيل عقلا. واضح؟ فإذا لا بد أن يكون له مبدي، وهذا المبدي غيره، أقصى ما يمكن أن يصل إلى العقل. فالعقل غايته أن يثبت وجود الخالق الأول، واجب الوجود، العلة الأولى، طيب، التي تفارق هذا العالم. طبعا العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبت العقل هذا، المرحلة الثانية بدأ يتساءل هذا العقل عن صفات هذا الخالق، ماذا يريد مني هذا الخالق، لماذا خلقني هذا الخالق، إلى آخره. فدي تبقى مهمة من في بالإنسان كده مشتاق ها إنه يجيله أي حاجة من هذا الخالق، قل لي أنت خلقتني ليه، عايز مني إيه، أنت من، ما صفاتك، كيف أعرفك، كيف أتقرب إليك، إلى آخره. فبالإنسان بفطرته مشتاق إلى الأنبياء، فيرسل الله عز وجل إليهم الأنبياء ليدلونهم على صفات الله، أسماء الله، كيف تكون علاقتنا بالله، كيف نتقرب إلى الله. ودي مهمة الأنبياء. لذلك هتلاقي القرآن لا يركز على قضية إثبات وجود الله بقدر ما بيركز على قضية صفات الله، لأنه على الحقيقة، على الحقيقة ما فيش حد ينكر وجود الله، على الحقيقة لا يوجد من ينكر وجود الله. هتلاقيه يثبت وجود الله بأسماء مختلفة، باسم الطبيعة، باسم الخلية الأم أو الحساء الكوني، باسم القوانين، قوانين الطبيعة، أسماء مختلفة كلها تدل على إيه؟ على الأول. ما هو لازم في أول، عشان كده القرآن قال هو الأول، اللي هو مين؟ الله، الذي الله الذي نسميه نحن الله، والله اسم من أسماء الله وليس هو ذات الله. فهو قال لك اللي انت بتدور عليه ده، اللي انت بتسميه أسماء مختلفة، ده اسمه الله. فانت لما تنادي حد تناديه بالاسم بتاعه، مش تخترع له انت اسم من عندك. انت اسمك ماجد، ابوك سماك ماجد، وامك سميتك ماجد، واصحابك كلهم عارفين انك ماجد، ما تجيش انت تقول لي لا انا هسميك برعي. يا سيدي انا اسمي ماجد، فسميني لو سمحت زي ما انا سميت نفسي. فهو انت مع الله سبحانه وتعالى، سمي الله بما سمى به نفسه. فهتلاقي البشر وان انكروا الله لكنهم يسمونه عز وجل باسماء مختلفه، فيجي الانبياء يقول لهم سموا الله بما سمى به نفسه ادبا، ولانكم قد تطلقون على الله عز وجل اسماء لا تليق. فنبدا نسمي المبدع الاول، العله الاولى، واجب الوجود، نسميه الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول لحضراتكم انه على مدار التاريخ، تاريخ الاسلامي على الاقل، ما كانش في حد نقدر عليه ملحد. اللي كان يسمى ملحد قديما كان الذي ينكر النبوات مثلا، كان الذي يطعن في القرآن، كان الذي يقول بإلهين اللي هم الثانوية، جماعة المجوس دولة القائلين بإله الخير وإله الشر، كل دولة كانوا يسموهم زمان ملحدين أو زنادقة. حتى أشهر ملحد في تاريخ الإسلام اللي هو ابن الراوندي، دايما كده لازق في اسمه الملحد، ابن الراوندي الملحد، خلاص معروف بيها وعددهم معروف. يقول لك عدد الملحدين في تاريخ الإسلام اللي سموا ملحدين، يعني ابن الراوندي الملحد، الرازي الطبيب، مش عارف مين كده، ناس معينين ومعدودين. طب لما تيجي بقى تدور على نوع وطبيعة الإلحاد اللي هم كانوا فيه، كان إيه؟ كان إنكار للنبوات، طعن في الإسلام، يعني معدودين. فلذلك بنقول لحضراتكم إنه هات كده أي ملحد وقرره، قل له أيوة اللي أنت بتقول عليه دوت هو ده اللي إحنا نسميه الله.
هذا المعنى، هذا المعنى الذي تتحدث عنه هو ما نسميه الله. فإذا إثبات وجود الله عز وجل مركوز في الفطر، عشان كده السادة الماتريدية رضي الله عنه يقولون إن العبد لا يعذر في إنكار خالقه، لا يعذر. يعني اللي يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا، فيش خالق، ده مش معذور. ليه؟ لأنه مركوز في فطرته. وعندهم كمان أن العقل يستطيع بمفرده، حتى إن ما سمعش عن أنبياء ولا مرسلين ولا رسل ولا كتب ولا أي حاجة خالص ولا أي دين، لو الواحد قعد مع نفسه كده وتفكر لابد أن يثبت أن هذا الكون له خالق وأن هذا الخالق واحد. فالإيمان بوجود الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى مركوز في الفطر عند السادة الماتريدية رضي الله عنه، لكن الأشاعرة بيقولوا غير. فالقصد أنه وجود الله عز وجل هو غاية ما يصل إليه العقل. كيف نصل إلى هذا؟ بالنظر في العالم، بالنظر في ماذا؟ في العالم. الخطوة الأولى هي انظر حولك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل سيروا في الأرض فانظروا. فأنت بتبص على اللي حواليك الأول، فأول حاجة تسألها لنفسك من أين أتيت، كيف أتى هذا العالم، فتبدأ حضرتك تدرك أن هذا العالم متغير متقلب، وكل متغير حادث، وكل حادث لابد له من محدث. فأول خطوة تعد فيها الفلاسفة الإلهيين قديما والأنبياء قديما هي إثبات أن العالم حادث. دي كانت محل نقاش وأخذ ورد. ليه؟ لأنه الجماعة اللي بيسموهم الفلاسفة الطبيعيين الملحدين قديما كانوا يقولون إن العالم قديم. يعني إيه قديم؟ يعني لا أول له، ملوش أول. يعني إيه؟ يعني مكتف بنفسه. يعني إيه؟ يعني هو كده، هو كده. طيب الحمد لله الآن بعد تقدم العلم الجماعة دول ساعدونا كتير، فبقى القول بقدم العالم الآن قول تافه لا يقول به أحد، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، لأن هم بنفسهم قالوا إن هذا العالم بدأ مع البيج بانك. فإذا الآن إيه؟ الحمد لله هذا الكون صار إيه؟ حادثا. طيب فالشيخ هنا بيتكلم في الانتباه الأول في حدوث ماذا؟ في حدوث المادة. فالمادة التي يتكون منها هذا الكون مادة ماذا؟ مادة حادثة. بناء على ذلك قال إن الغلطة الأولى التي وقع فيها أو وقعت فيها عقول المعاصرين اعتقادهم أن المادة قديمة، والحمد لله هذا القول لم يعد يقال، فمش هنحتاج إيه؟ نناقش، نحارب طواحين الهوى. لما يجي لنا حد يقول المادة قديمة نقول له تعالى. فإذا أول غلطة ممكن يقع فيها الناس اعتقادهم أن المادة قديمة. الغلطة الثانية وهتلاقي دايما هنا إيه؟ إنه قولهم إن المادة قديمة أو مادة هذا الكون قديمة في الغالب مبنية على عدم فهمهم لكثير من جزئيات الكون. فالشيخ هنا يقول لك إنه عدم فهم الشيء ليس بدليل على بطلانه، يعني مش معنى أنك مش فاهم إن الأمر على وفق ما تقول. وعدم الفهم المفترض أنه يدعو الإنسان للسكوت وليس للكلام وبناء النظريات، لكن أنك مش فاهم وتقول لي نظريات وعايز الناس يتبعوها يبقى هذا هو الضلال المبين. ثم تحدث الشيخ عن الغلطة الثانية في الانتباه الثاني، وفيها نفي صفة كمال لله عز وجل
وهي عموم القدرة الإلهية حين ينسبون التأثير لبعض القوانين الطبيعية أو لبعض الأسباب. والاعتقاد بتأثير الأسباب قال به الفلاسفة وقال به المعتزلة، لكن قول الفلاسفة فيه مغاير لقول المعتزلة. فالفلاسفة قالوا إن الأسباب تؤثر بنفسها بقوة مودعة فيها بنفسها. المعتزلة قالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها بقوة أودعها الله فيها، أو مؤثرة بقوة أودعها الله فيها. أهل السنة على إن الأسباب لا تأثير لها البتة، هش أي تأثير، وإنما التأثير من الله سبحانه وتعالى وحده. فالقول بتأثير الأسباب سواء على قول الفلاسفة أو على قول المعتزلة فيه منع من أن تتصرف القدرة في مجال ما من المجالات. يعني كأن القدرة بتيجي عند هذه الدائرة كده اللي هي فيها، لو قلنا مثلا السبب هو إيه؟ هو المطر، والمسبب عن هذا السبب هو انبات الأرض، تمام كده؟ فإذا قلنا إن المطر هو المتسبب بإنبات الأرض، يبقى معنى كده إن القدرة جت هنا عند المطر ووقفت، القدرة ما تتدخلش إذا كان في مطر. يبقى كأن هناك في الكون قدرتان، قدرة لله وقدرة للمطر، أو قدرة لله وقدرات متنوعة بعدد الأسباب. واضح كده؟ وما تتصرف فيه هذه الأسباب لا تتصرف فيه قدرة إلهية، فيؤول الأمر إلى إثبات شركاء لله في هذا الكون. حتى وإن قلت أو حتى وإن تهربت وقلت إنه المطر يؤثر بقوة أودعها الله فيه، يعني أودعها وسابها، ده قول أرسطو، ده إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وبعدين ملى الزنبلك حط فيه قوانينه الطبيعية وسابه هو يتصرف لوحده. وهذا مخالف لمفهوم الألوهية، مفهوم القدرة، مفهوم القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم على شؤون خلقه. الله عز وجل يقول إن الله يمسك بفعل المضارع يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والفعل المضارع يدل على ماذا؟ تجدد والحدوث، يعني على طول الكون بيمسك، كل لحظة بيمسك إمساك جديد من الله. فربنا ما تركش الكل لحظة، لو الله عز وجل نزع مدده وإمساكه وقيوميته عن هذا الكون يرجع إلى العدم فورا فورا، يصير عدما. الله عز وجل أخرجه من العدم إلى الوجود بماذا؟ بهذا الإمساك، بهذا النور الإلهي. فلا يصح أن نقول إن الأسباب ربنا اللي مسببها، ماشي ربنا اللي مسببها، ثم هل تعمل بنفسها؟ لا تعمل بنفسها، وإنما لا تعمل إلا بالله سبحانه وتعالى. والقول بالقوة المودعة في الأسباب قول باطل لا يصح القول به. وابن تيمية من القائلين بوجود قوة مودعة في الأسباب أودعها الله عز وجل فيها، فوافق في هذا المعتزلة، وافق في هذا المعتزلة وخالف أهل السنة. إذن قول أهل السنة هو ماذا بقى؟ هو إنه هناك أسباب، نعم، يعني الأرض بتنبت متى؟ بعد نزول السبب اللي هو إيه؟ اللي هو المطر. كويس يا ابن، اسكت شوية، عرفنا أنك مذاكر، ما احنا بنراجع. طيب حاضر، هسألك دلوقتي إن شاء الله، هظبطك إن شاء الله.
فلا يصح القول إنه هذا المطر هو الذي أنبت، حتى وإن قلت إنه ربنا هو اللي جعله ينبت. فإن كده قول أهل السنة إن الارتباط بين الأسباب والمسببات ارتباط عادي، ارتباط عادي وليس ارتباطا عقليا. وطالما إنه ارتباط عادي يمكن أن ينفك. أحسنت، اسكت بقى شوية. طالما إنه ارتباط عادي إذن يمكن أن ينفك، وطالما إنه ارتباط عادي يبقى إذن طالما إنه ليس الفاعل هو السبب لابد إذن من البحث عن الفاعل. فلما تبحث عن الفاعل ستجد إنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله عز وجل. طب ليه ربنا ما جعلش الأرض تنبت من غير مطر واستريحنا؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخاطبنا وأن تسير هذه الدنيا وفق ما نفهمه ونعقله نحن. إحنا في عالم اسمه عالم الأسباب، العالم اللي إحنا فيه ده اسمه عالم الأسباب. يعني عشان نخلف طفل جديد لازم يبقى في حاجة اسمها زواج، علشان الأرض تنبت لازم يبقى في حاجة اسمها مطر، غير كده إحنا نتجنن منستحملش إحنا غير كده. تبقى الأمور سايحة على بعضها كده، كل حاجة بتحصل لما يحصل أي حاجة يبقى إحنا عايشين في سلسلة مجانين كبيرة. عشان كده العلماء قالوا إنه الفارق بين العاقل وغير العاقل هو التمييز بين الحكم العقلي والحكم العادي. جماعة اللي في سلسلة المجانين دول ليه هم مجانين؟ إنهم مش عارفين إيجاب الواجبات ولا استحالة المستحيلات، فعندهم كل حاجة ممكن تحصل في أي وقت. طيب ربنا لم يرد هذا لهذه الدنيا لأنه أراد سبحانه وتعالى أن نتقرب إليه بسبب اسم الصلاة، وأن نعرفه بسبب اسم الأنبياء. واضح؟ فالدنيا هذه دار أسباب، لكن مع ذلك مع كثرة الأسباب اللي حواليك والأسباب اللي أنت غرقان فيها لا ينبغي أن تنسى المسبب الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فنظرتك للسبب ينبغي أن تكون هي نظرة أن هذا السبب هو صوت الله سبحانه وتعالى، صوت بالسين، أو هو صوت الله سبحانه وتعالى، أو هو فعل الله سبحانه وتعالى، أو هو يد الله سبحانه وتعالى، أو المهم أنه هذا السبب لا يفعل، إن مفعول به هو كمان. يعني هذا السبب الذي جعله سببا هو الله. فالسبب على الحقيقة إيه؟ مسبب عن إيه؟ عن قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا فاعل على الحقيقة إلا الله عز وجل. لذلك أهل السنة يقولون إنه إنبات الأرض بعد حدوث المطر يحدث عند لا بي. فإنبات الأرض يحدث عند نزول المطر لا بالمطر. فالعلاقة بينهم علاقة اقتران وليست علاقة تأثير. علاقة ماذا؟ اقتران، عشان انت ما تتجننش بس مش اكتر. عشان لما تلاقي الارض كده فجأة طلع منها حاجة انت عقلك شغال بطريقة معينة وربنا بيخاطبك على قدر عقلك. فأيوة تقول أيوة صحيح ده كان في مطر من أسبوعين. واضح كده؟ ومع ذلك الله عز وجل يمكنه أن يرفع هذه الأسباب وقت ما يشاء. متى يشاء؟ لما يريد أن يبين كرامة لبعض عباده. فلما يريد أن يثبت أن فلانا من الناس رسول يخرق الأسباب، لأنه لا يخرق الأسباب إلا مسببها. فتعرف على طول حضرتك إنه هذا الإنسان الذي يدعي النبوة موصول بالله فيبقى نبي. أو يخرق الأسباب كرامة لولي، والعلماء قالوا كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فيخرق الأسباب لهذا الولي ليبين للناس مكانته أو ليثبت كرامته، فساعتها يخرق له الأسباب وهكذا. يبقى إذن ينبغي إن إحنا أخواننا في مدارسنا في جامعاتنا ألا نعتمد على الأسباب، فلا نعتبر إن والله المطر ينزل لما تحدث الأنواء. ممكن تقول هذا الكلام لكن على لا على
سبيل أن الأنواء هي التي تنزل المطر، لكن على سبيل أن هذه أنواء سبب لا يعمل بنفسه. هل يا أخوانا غالبا في الكليات الطبيعية، الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والجماعة بتوع الجيولوجيا والحاجات دي كلها، هتلاقيهم إيه؟ مؤمنين جدا بارتباط الأسباب بالمسببات، بحيث الواحد منهم ما يستطيع أن هو إيه يجزم، ممكن يجزم أنه لا يتخلف. إزاي جيته الدواء مخفش؟ كيمياء الجسم بتقول كده. فهو إيه؟ غافل عن معنى مهم جدا، وهو أنه هذه الأسباب وراءها مسبب. أنت كمسلم، أنت كمسلم مؤمن بأنه الله قادر، ينبغي ألا تجعل لهذه القدرة حدودا، لأنه تحديد القدرة معناها العجز على طول. تحديد القدرة معناه إثبات العجز. فأنت الآن لما تقول الله قادر، يعني القدرة شاملة، ما تقفش عند حد معين من الحدود، ولا عند ولا في وقت من الأوقات، ولا في مكان من الأماكن. لذلك علماءنا بيقولوا إنه الفاعل الحقيقة هو الله، لا فاعل على الحقيقة إلا الله. طيب، يبقى هذا هو الانتباه الثاني. الانتباه الثالث كان في النبوة، وقال إن هذا الباب فيه غلطات كثيرة، فيه غلطات كثيرة. الغلطة الأولى كانت في حقيقة الوحي. فبعض الناس بيحاولوا يفسروا الوحي، إخواننا اللي هم مثقفين بالثقافة الحديثة دول، وبعضهم بيفعل هذا يعني من باب عقلنة الدين وتقريب الدين للناس، وبعضهم يريد أن يبرز نفسه في صوب المجدد أو المصلح أو المفكر الإسلامي، فيحاول يوجد تفسيرات عقلانية للظواهر الغيبية زي الوحي. الوحي عندنا حاجة واضحة، وهي إن الله عز وجل يخاطب نبيه بواسطة ملك، ده الوحي. وهذا الوحي كانت له مظاهر ترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حاجة اسمها نبي يوحى إليه، وهو واع، ما عندوش مثلا، مش في غيبوبة مثلا، ما مش في هلاوس، وهو واع أنه يوحى إليه، بدليل أنه بيفيق، كان يفيق صلى الله عليه وسلم، وإيه؟ ويتحدث كلام العقلاء. فده لو كان في غيبوبة ولا في هلاوس ولا والعياذ بالله، كانش بعدها يقول أوحي إلي كذا وكذا ويتلو كلام معجز. فإحنا بنقول أنه عملية الوحي التي كانت تتم على النبي صلى الله عليه وسلم فيها شخص متلق واع بما يحدث، وفيها شخص هو واسطة يلقنه من قبل الله سبحانه وتعالى كلاما معينا أو فهوما معينة أو أمورا معينة، وفي مرسل وهو الله عز وجل. دي أركان الوحي عندنا. طيب، حضرتك بقى عايز تقرب الإسلام من الناس، وإن كانت نيتك حسنة، فإنت الآن عايز تأول هذا الوحي، ومش دايما النية الحسنة وحدها كافية، مش دايما النية الحسنة كافية. أنا أيوة أنا عايز بقى خاطب بقى الغربيين ومش عارف إيه، ويبقى الدين كده حلو علشان الناس يفهموه ويدخلوا في الإسلام. ما أنت عشان تخلي الناس يدخلوا في الإسلام هتحرف لهم الإسلام حضرتك كده. لذلك المعتزلة كانوا يحاولون فعل هذا، يعني اللي حضرتك عايز تعمله ده مش جديد، حاوله قبلك المعتزلة، وهم كانوا أصحاب عقول جبار، مش الجماعة التفهين اللي احنا بنشوفهم دولة. المعتزلة ما فعلوه ان هم اولوا الكثير من امور الشريعة، والباطنية حاولوا ان يفعلوا ذلك ايضا. عشان كده حجة الاسلام ابو حامد الغزالي قال انها زندقات عبر عنها بالتأويلات، عبر عنها بماذا؟ بالتأويلات. عشان كده احنا قلنا حركة من المرة اللي فاتت انه كلمة التأويل
لا تطلق إلا على منهج علمي محدد. هذا المنهج العلمي يقول إنك تخرج هذا اللفظ من حقيقته إلى مجازه بقنطرة، أنت جزت يعني عبرت باللفظ من الحقيقة وذهبت به، ركبت كده الأنطرة وديته حتة تانية، ها؟ بناء على ماذا؟ على دليل، بناء على دليل. فالتأويل لا يصح إلا إذا كان هناك دليل يدل عليه. والجماعة بتوع اللغة عارفين الكلام ده كويس، إن المجاز لابد له من قرينة، قرينة قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وإحنا مثلنا المرة اللي فاتت بإيه؟ رأيت بحرا، على طول لازم حضرتك تفهم إن البحر هنا إيه؟ المية. طيب لما تكمل الجملة تقولي رأيت بحرا يخطب في الناس، على طول كلمة بحر ما تبقاش المية ولكن تبقى الرجل كثير العلم. الدليل اللي خلاك تصرف كلمة بحر من حقيقتها إلى مجازها إن البحر عقلا لا يخطب. يبقى إذن في دليل، يبقى إذن تأويل الوحي بهذا الشكل لا يسمى تأويلا ولكن نسميه تحريف للدين، حتى وإن كانت نيتك هي إيه؟ تقريب الدين من عقول الناس ومن عقول الغربيين ومن عقول مش عارف إيه، قرب يا حبيبي زي ما أنت عايز، لكن ما تغيرش شكل الحاجة، لا تحرف، لا تبدل، لا تغير، قربها. التقريب يكون في الأساليب وليس في الحقائق. يعني اللي عايز يقرب الدين يعمل له فيديو، يعمل له فيلم وثائقي، يعمل له يجيب له أمثلة من الواقع، يكلمه بلغته، يألف له كتاب فيه صور، أي حاجة، لكن الحاجة ما تغيرش حقيقتها. فالتقريب عايز تقرب الدين من الناس، هذا يكون في الوسائل وليس بتغيير الدين نفسه. فأخواننا دولت قال يعني بقى عايزين يفهموا الوحي فيريدوا ان هم يعقلنوا، فيقول لك أيوة إن الإنسان إذا كان مهتم بشؤون الأمة وشايل هم الأمة بتحصل له كده أمور معينة، فيتخيل إن هو كده بتجيله أمور وبتجيله بيلقى في روعه بعض الكلمات فالتي يكون من شأنها أن تصلح حال الناس لما تدون وتكتب، زي المفكرين العظام كده اللي هم كانوا مهمومين بشؤون أمتهم، فالواحد منهم كده يقعد مهموم فتجيبه فكرة فيفسر الوحي النبوي بهذا التفسير. فهو الآن ينكر ماذا؟ ينكر وجود حقيقة الوحي، ينكر وجود جبريل عليه السلام، والله أعلم ما هو أكثر من ذلك. فحقيقة الوحي التي ذكرها الإخوة دولت ليست هي الواردة، ليست هي الواردة. عايز تقول لي ان والله ممكن الواحد يبقى مهموم بشؤون الناس فتجيله فكرة حلوة، ماشي، بس ما تركبليش دي على دي، يعني اللي انت تقوله ده حاجة تانية غير الوحي. ليه؟ لان احنا محكومين بالنصوص التي يقول العقل بوجوب الاخذ بها. لما يجي لك خبر صحيح، خبر منقول ما ينفعش تنكره. لما تقول لي والله النهاردة الصبح وانا جاي شفت واحد بيسرق البنك، طيب مش مصدقك، جالك واحد تاني بيسرق البنك، طب ده خبر، اما انك تقبله كما هو او تؤوله، لكن تنكره خالص مش موجود، ده مش فعل العقلاء، ده فعل المجانين. انه الواقع لا ينكر، الواقع لا ينكر، الواقع وقع، مش كده ولا ايه؟ فانت دلوقتي وقعت وقائع معينه اسمها الوحي، والنصوص فسرتها وقالت ده كان بيحصل كذا كذا كذا، فلا يصح ان تنكرها. ليه اخواننا دولت قالوا كده؟ ان هم مش عايزين يقولوا بوجود موجود الا وهو محسوس. هو اللي وصلهم لكده مفهوم العلم السائد الآن عند كثير من الناس، وهو أن العلم ما كان محسوسا أو يدرك بالحس، ده العلم عندهم. الخبر عندهم، الأخبار عندهم لا يعتبرونها من مصادر المعرفة، العقل لا يعتبرونه من مصادر المعرفة، لكن العلم عنده الساينس عنده هو
الحاجة اللي أقدر أشوفها في المعمل بالميكروسكوب أو بالتلسكوب، غير كده نظريات، غير كده مش مهم أوي، غير كده أوهام، أنا أشوف ألمس بإيدي، غير كده يبقى كلامك غير معتبر. وهذا في إنكار لدليل العقل كمصدر معرفي، وفي إنكار لدليل الخبر كمصدر معرفي. يبقى إذن الذي أدى بهؤلاء هو أنهم حصروا، أن يقولوا هذه الشبهة، هو أنهم حصروا مصادر المعرفة في ماذا؟ في الحواس. وحضرتك لما تيجي تتكلم معاهم هتقول لهم صدق، لما انت تيجي بقى كده تحلل الحواس، ها انه الحواس ما بتحسش، يعني انت تعالى كده نحلل عمل الحواس، كيف تعمل الحواس؟ الحواس لا تحس، وانما الذي يشعر بالحواس والذي يجعل الحواس تعمل والذي يدرك عمل الحواس هو العقل. فالأدلة الحسية ترجع إلى دليل عقلي. يعني أنا إيه اللي خليني عرفت إن دي ناعمة مش خشنة؟ إيدي اللي عرفت؟ إيدي اللي عرفت؟ ولا إيه اللي وصل المعلومة؟ العقل. العقل هو اللي حلل الملمس ده، فقال لي أيوة دي كده ناعمة. فأنت في في كل الأحوال لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى دليل العقل. طيب يبقى إنكار أدلة العقول أو الأخبار هو الذي أدى بهؤلاء إلى تأويل الوحي على هذا النحو. الأمر الثاني أو الغلطة الثانية الواقعة في هذا، هم أولوا مش الوحي بقى المرة دي، أولوا المعجزات، أولوا المعجزات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون كما يعتقد المعتزلة أو الفلاسفة إنه إيه الأسباب لا تخرق، أسباب إيه لا تخرق. فقال لك إن المعجزات، طيب أنت دلوقتي لما يقول لك الأسباب لا تخرق احطها قاعدة عامة كده، تقول له بس خرقت، خرقت فلازم يعمل إيه بقى؟ يأولها. فيأولها إزاي؟ بما يتفق مع قاعدته المفترضة. فيقول لك إنه ماذا؟ إن المعجزات هذه أمور عادية لم تخرق القوانين، ويتحدثون عن كل معجزة بما يفسرها تفسيرا، تفسيرا عقليا أو يجعلوها في إطار العادي. فيقولون إن بعض المعجزات هي توهمات أو منامات أو مبالغات، المهم إن هم المعجزات يخرجونها من إطار خرق العادات بحيث يجعلونها كلها في إطار الإيه؟ في إطار المفهوم والطبيعي والعادي الذي لا يخرق العادة. طبعا دول بيرد عليهم رد سهل، وهو إنه إيه؟ الذي خلق الأسباب سبحانه وتعالى يخرقها إذا أراد. طيب الغلطة الثالثة، والشيخ رد عليهم هنا بقاعدة إن هناك فرق بين المستبعد والمستحيل، فقال إن أنتم الآن تستبعدون خرق العادات لأنكم اعتدتم عليها بهذا الشكل، وفرق بين المستبعد والمستحيل. فهل إحياء الموتى أو إبراء الأكمه والأبرص أو شق القمر أو نبع الماء من بين الأصابع من المستحيلات العقلية؟ ليست من المستحيلات العقلية، وإذا ثبت أنها ممكنة عقلا فليس لديكم إلا الاستبعاد. يبقى أنتم تنكروها عشان أنتم ما شفتوش، وحضرتك ما شفتش كل حاجة، واضح؟ يبقى إحنا نقول له إيه؟ الأمر ممكن عقلا ولا مستحيل عقلا؟ ممكن عقلا. طالما إنه ممكن عقلا إذن لا يبقى لديك إلا إنك مش متعود. طيب يا سيدي غيرك شاف، ماشي؟
الثالثة أنهم يقولون إن المعجزات ليست دليلا على النبوة، بل إن هم كل حاجة عايزين يحطوها تحت إيه؟ نظارة العقل، مش عايزين حاجة خارقة، بلاش خرافات، احنا في عصر العلم دلوقتي، فإيه؟ فكل حاجة لازم يبقى لها تفسير عقلي. فهل يا جماعة في حاجة اسمها نبوة؟ نعم في حاجة اسمها نبوة. طب إيه الدليل على نبوة الأنبياء؟ يقول لك الأخلاق الفاضلة والآداب والتشريعات السامية التي جاءوا بها. لكن المعجزة مش هي الدليل على أنهم أنبياء. طبعا بيشتبه بماذا؟ لأن هناك خوارق تقع لغير الأنبياء، مش كده ولا إيه؟ مش إحنا عندنا المعجزة وعندنا الكرامة وعندنا الإهانة، مش كده؟ فهناك خوارق تقع لمن؟ تقع لغير الأنبياء. فهو قال يعني خوفا من أن يختلط على الناس النبي بالمدعي، قال لك خلاص المعجزة مش دليل. وهذا المسلك غير صحيح. ليه المسلك ده غير صحيح؟ لأنه العقل يستطيع التفريق بين النبي والمدعي، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي للمدعي ما يدعيه وإن خرق له العادة، زي مسيلمة الكذاب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل خرق العادة شكى له بعض الصحابة برمت في عينيه، فالنبي نفخ في عينيه كفل في عينيه فبرئت. فمعجزة لك الله دي حركة جميلة أو ما أعملها أنا كمان. فجاءه رجل يشكو عينيه أيضا فتفل في عينه المريضة فعميت هي والصحيح، فده خرق للعادة. يعني هل حضرتك لو نفخت في عين حد يعمى؟ لا، هي بس شوية هتوجعه كده يقعد يهرش فيها شوية وخلاص الموضوع خلص، لكن كونها تعمى هي والتانية ده خرق للعادة. لكن ده بيسموه إهانة، يسموه إهانة، وهو أن يقع الخارق على خلاف المدعى، أن يقع الخارق على خلاف المدعى. لكن دعوى النبي الخارق الذي يأتي به النبي يوافق دعواه. يبقى إذن لما حضرتك تقول لي أن في مشعوذين أو في كذابين ممكن يدعوا خرق العادات، يقول لك لا، ما احنا نفرق بين الاثنين، ونحن أول من يفرق بين الأمرين، بين الخالق الذي يأتي موافقا للدعوة، وده جزء من تعريف المعجزة بالمناسبة، الأمر الخارق للعادة الذي يظهر الله تصديقا له في دعواه. فالخارق يأتي على وفق الإيه؟ على وفق دعوة النبي. طب إذا جاء مخالفا يبقى ده إيه؟ خارق، نعم، لكن لا يعد معجزة. طبعا الآداب والأخلاق وسيرة الرسول والتشريعات التي أتى بها كلها من الأمور التي تثبت أنه نبي، نعم، لكن المعجزات واقعة لا نستطيع إنكارها لمجرد أنك حضرتك بتستبعد، أو لمجرد أنك مش فاهم، أو لمجرد أنك ما دخلتش في دائرتك المعرفية. وعدم فهم الشيء ليس بدليل على بطلانه، وعدم العلم ليس علما بالعدم. الأمر الرابع أو الغلطة الرابعة اللي وقع فيها إخواننا دول إنهم جعلوا الأنبياء ناس بتوع ربنا، ناس طيبين وناس كويسين وناس بركة، دول هنخليهم بقى إيه للآخرة، للعبادات. طب أمور الدنيا دي بتاعتنا إحنا بقى. دي أيضا غلطة في حق الأنبياء، تستدعي أن الشيخ ينبه عليها. النبي إذا أتاك فإنه يأتيك بما يصلح دينك ودنياك، ينفعش تقول له والله أنت خليك في الحتة دي وأنا في الحتة دي. دي اللي يسموها دلوقتي الإيه؟
سموها العلمانية، سموها العلمانية، وهي الفصل بين الدين والدنيا، دين والدنيا. فتقول لي والله الأنبياء دول ناس كويسين طيبين احنا مصدقينهم. وفي بتخيل في العادة يعني اخواننا دولت بتخيلوا سورة النبي الأنبياء دولت زي المشايخ بتوع دلوقتي، يعني يقول لك أكيد الأنبياء دول كانوا زي الشيخ فلان ده، الشيخ ده رجل البركة خليه قاعد كده في الجامع يعلم الناس وخلاص، احنا بقى بتوع الايه نلبس بقى الكلام ونعمل ونروح نخطط ونضبط وكده، ها؟ فهو مفكر العملية كده. فإحنا نقول له أو لهؤلاء إن الأنبياء هؤلاء موحى إليهم من عند الله سبحانه وتعالى، إذا أتاك بما يصلح آخرتك فإنه بما يصلح دنياك أولى. إذا قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا قال لك إزاي تتزوج وإزاي تطلق، وإذا قال لك إزاي تعيش وإزاي تموت، وإذا قال لك إزاي تعبد الله، فهو من باب أولى يدلك على أصول الأخلاق والقواعد والتشريعات التي من شأنها أن تصلح أيضا دنياك. ده من باب أولى. هو أي نعم القرآن يا أخواننا زي ما قلنا يدل الناس على أمور الآخرة والعبادات من باب أولى، أو يعني في المقام الأول، لكن هذا لا يعني أنه أغفل جانب الدنيا. القرآن بيهتم بالمقام الأول بأمور الآخرة، بأمور إثبات الله، بأمور إثبات البعث، بالأخلاق، بكذا. نعم، ليه؟ لأن هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بمفرده، أو هيتم فيها تنازع شديد بين الناس حتى يرفع هو هذا التنازع. فريح هو العقل في هذا المجال، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يتدخل. القرآن دلنا على أصول، على أصول نستطيع أن نصلح بها دنيانا. فدلنا على العدل كقيمة، دلنا على الأمانة كقيمة، دلنا على الشورى كقيمة. طبقها بقى في كل حاجة، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع. صور التطبيقات تختلف بحسب العصر، بحسب الزمان، بحسب الناس، لا إشكال، لكن لابد أن تراعي العدل في حكمك، في اقتصادك، في سياستك، في اجتماعك، في علاقتك الدولية، بحيث لا تظلم ولا تظلم، وهكذا. فالقرآن دلنا على هذا، وتوجيهات القرآن بالنسبة لنا احنا كمسلمين ملزمة. الغلطة الخامسة المتعلقة بهذا ان يقول لك طيب انا مصدق، انا مصدق انه الدين بيتدخل في الدنيا، انه مش عبادات بس ولا اخلاق بس، بس الامور المتعلقة بالمعاملات دي بتختلف بحسب الزمان، فدي متروكة للمصلحة. نقول له هذا الكلام صحيح وباطل. صحيح انه نعم صور المعاملات، اسماء المعاملات بتختلف، يعني ما كانش في حاجة على ايام الرسول اسمها اسهم، ما كانش في حاجة اسمها سندات، ما كانش في حاجة اسمها مرابحة، نعم، لكن اصول المعاملات الاخذ والعطاء ده لا يختلف من زمان الى زمان. فكرة واحدة انك تريد منفعة وتعطي ما يقابلها. الإسلام قال لك إيه اللي صحة تعطيه مقابل ولا إيه اللي صحة تعطيه مقابل؟ فقال لك ما ينفعش تشتري فلوس بفلوس، قال لك ما ينفعش تسلف وتاخد فايدة، يبقى اسمه ربا على طول، وهكذا. يبقى إذن ما ينفعش تبيع ذهب بذهب، يعني أمور معينة لا تختلف بحسب ماذا؟ بحسب الزمان. طيب، يبقى الأحكام المتعلقة بالمعاملات ليست قابلة للتغيير إلا ممكن في الأسماء، في الصور، في الإجراءات، لكن أصولها الربا سيظل محرما وكبيرا من الكبائر مهما اختلف العصر، مهما تقدم الناس. ما ينفعش تقول لي بقى والله التعامل بالربا الآن يعني ضرورة من الضروريات، ولا نخسر، ضرورة مش ضرورة، تخسر ما تخسرش، هو الربا حرام، كونك بقى هتخسر مش هتخسر مني اتكلم فيها، لأن انا لا اسلم لك انه اتباع امر الله سبحانه وتعالى فيما يضر، ده زعمك انت.
ممكن يضرك انت كصاحب راس مال لكن هينفع المجتمع. فانت لما تيجي تقيس المصالح والمفاسد هتلاقي ان المصلحه العامه تقدم على مصلحه الفرد وهكذا. فاذا الاحكام المتعلقه بالمعاملات ليست دائما قابله للتغيير والتبديل في كل زمان. الحاجه الغلطه السادسه اختراع العلل. اختراع العلل، واحنا كنا فرقنا بين الايه، حد فاكر؟ بين العله والحكمه. قلنا العله وصف ظاهر منضبط، مش اي حاجه كده تيجي في ذهنك تخليها عله. يعني ما تقوليش مثلا الغرض من الصيام او عله الصيام ان انا احس بالفقر. طب انا فقير وحاسس بيهم، انا فقير وحاسس بيهم، ده انا نفسي ما بقدرش اصوم من كتر الجوع، تمام كده؟ فاذا انا لن اصوم. ايه اللي انت بتقوله ده حضرتك اسمه ايه ده؟ ده اسمه اختراع، يعني ده اختراع يا كوتش. انت عايز تقول والله انا شايف ان الموضوع كده، نقول لك شوف اللي انت عايزه، لكن هذا الكلام غير ملزم شرعا. اللي يلزمنا شرعا الايه؟ العلل. ايه العلل؟ العلل دي اوصاف ظاهره. فانت ما ينفعش تحرم الحشيش او ما فيش نص بتحريم الحشيش ولا البانجو الا بنص او قياس. طيب ازاي حضرتك بتعمل كوبري واصله بين المحرم بالنص اللي هو الخمر والبانجو اللي هو ما وردش في القران ولا في السنه ولا في اقوال الصحابه ولا السلف ولا في اي حته في الدنيا؟ ايه الكوبري اللي بين الاثنين؟ ايه الوصل بين الاثنين؟ العله. ايه العله؟ ايه العله؟ الاسكار. طب انت عرفت منين ان العله في تحريم الخمر هي الاسكار؟ وبناء عليه كلما تحققت هذه العله اخذ غير الخمر نفس الحكم. بنص الحديث. ما العله؟ ممكن تكون منصوصه وممكن تكون مستنبطه، واستنباطها لا يكون الا على يد المجتهدين، مش اي حد كده يقول لك انا شايف ان الموضوع كذا. عشان كده احنا فرقنا بين العله والحكم. فقلنا لحضراتكم العله دي وصف ظاهر منضبط منصوص عليه موجود في النصوص لكي كذا او لكذا او مستنبط، واستنباط ساعتها بيكون عمليه شاقه جدا لا يقوم بها الا المجتهد. حتى قالوا انه الاجتهاد هو القياس، وانه من لا يعرف القياس لا يسمى فقيها. ايه القياس؟ انك بتعدي الحكم، عندك حاجه منصوص عليها وحاجه مش منصوص عليها عايز تعرف حكمها. فانت تلحقها بما اشتركت فيه مع غيره من علل، في حاجه كده مشتركه بينهم وبين بعض. الخمره فيها اسكار، الحشيش والبانجو بيذهب العقل وفيه اسكار، يبقى اذن ده نفس ده في الحكم. اخواننا دول بقى بيعملوا ايه؟ يخترع هو من عنده حاجات، يقول لك والله الصلاه دي اهم حاجه فيها ان الواحد يبقى قلبه ابيض، وانا الحمد لله قلبه ابيض. الحجاب اهم حاجه، الواحده تبقى محتشمه مؤدبه. ما كتير من البنات المحجبات مش مؤدبات. ايه بقى يعني الحجاب؟ ايه حته القماشه دي يعني هي اللي تخليني مؤدبه؟ فلا، انا اهم حاجه الحشم. دي كلها اسمها ايه؟ حكم وليست عللا. فالحجاب حته القماشه دي مطلوبه لذاتها، علتها ايه؟ تساعد على الستر. طب بس في بنات مستورين بس مش مؤدبات، ملناش دعوه. ده الاستثناء من القاعده وليس هو القاعده، حتى وان لم نفهم الحكمه خالص. ايه رايك؟ حتى وان لم نعرف ايه الحكمه خالص، هل قال الله ذلك وامر به او لا؟ قاله وامر به، يبقى احنا وظيفتنا هي الامتثال. طب قاله وامر به وانا مش عايز اسمع الكلام، لا حاضر براحتك. هل تؤمن بان الله هو الله؟
نعم أو لا؟ تقول لي نعم. أقول لك طب بس أنت كده متناقض، يعني مش ماشيين مع بعض، أنت إله وعبد، يبقى هو يأمر أنت تطيع. طيب الله ما فيش الله، خلاص أنت كده ريحتين، يبقى أنت كده الحجاب دي حاجة بسيطة خالص مش هنكلمك فيها، تعال نشوف المصيبة الكبيرة الأول. يبقى إيه؟ مش هنتكلم ساعتها بقى لا في حجاب ولا في صلاة ولا في كذا، تعال نحل إيه المشكلة الكبيرة الأول. يبقى إذن إيه؟ ما ينفعش نخترع من نفسنا علل، هم معظمهم كده، ومعظم العلل اللي بيخرجوها أخواننا دولة اللي بيطلعوا في الإعلام كلها من قبيل المستحسنات العقلية، يعني هو حاجات هو شافها، يعني فكرة كده فطت في دماغه، هو قاعد كده جاته فكرة قال لك استوى دي فكرة حلوة فبقى يقولها، جه بعض الجهلة سقفوله فصدق نفسه فبقى يقولها في كل حتة، ده اللي بيحصل. يقول لك ايوه الصيام كذا مش عارف ايه، واهم حاجة الشباب الفقراء مساكين، ونحنا نزهد في الدنيا ونقلل الاستهلاك عشان ما يحصلش تضخم كده، فطالما احنا الحمد لله اصلا دولة فقيرة وما يعني مهما عملت التضخم هيزيد والناس كده كده، فخلاص يعني الصيام مش احنا مش مخاطبين بالصيام. فدي استحسانات عقلية كلها، واحنا كنا قلنا حركم قبل ذلك انه الاستحسان العقلي ده اصل من اصول الخروج من الملة. الناس اللي خرجوا، ما هو ابليس اول من استحسن، قالوا كده ابليس اول من استحسن بعقله. انت ايش عرفك ان النار احسن من الطين؟ ده ايه جبتها منين دي؟ مش قال انا خير منهم؟ العلة ايه ان هو خير منه؟ ايه السبب؟ ليه قال ان هو خير منه؟ خلقته من كذا وخلقتني من كذا. طب انت ايش عرفك ان ده احسن من ده؟ جبتها منين؟ هو عقله صور له كده فكرة فطت في دماغه عجبته قالها، هو كده اخواننا دول فكرة عجبته، ما كانش متصور انه يظهر له حاجة زي كده، فيقول لك ازاي الفكرة الحلوة دي تجيلي ما اقولهاش، لازم اقولها، فيطلع بقى ايه يعرفنا في التلفزيون كل شوية. فهتلاقي معظم الحاجات اللي بتتقال من قبيل المستحسنات العقلية، والاستحسان العقلي اصل من اصول الكفر والبدع. علل المجتهدين حاجة مختلفة، واحنا فرقنا بين الحكمة والعلة، واللي عايز يرجع للفرق بين الحكمة والعلة يرجع لكتب أصول الفقه. المفسدة السابعة أو الغلطة السابعة، إن بعض الناس سبحان الله العظيم ما كناش نتخيل إن احنا نشوفهم، يعني إيه مش هنقول الحمد لله إن احنا شفناهم، لكن هو حصل وشفناهم. إنه يقول لك إنه طالما كل واحد أنت ليك نبي وأنا ليا نبي وكل نبي صلي عليه، فهو مش مهم تبقى من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المهم إنك تكون إنسان صالح وخلوق وطيب وابن حلال. فأتباع عيسى ناجون، أتباع موسى ناجون، أتباع زرادشت ناجون، أتباع نيتشا ناجون كده، فكل الناس حلوة مش حد وحش خالص، الدواعش بس الوحشين هم دول بس اللي ايه الوحشين. طبعا الدواعش وحشين طبعا ما قلناش حاجة، بس هو تلاقيه مركز في جنب وسايب جوانب تانية. لا يصح أبدا لاعتقاد بنجاة منكري النبوات، ولا يصح أبدا لاعتقاد بنجاة من ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكفي العبد انه يكون بس يقولك انا ربوبي، في اخواننا في بعض الناس كده في بدعة في كده موضة الان يقولك انا ربوبي. يعني ايه ربوبي؟ يعني انا بقول انه هذا الكون له اله، ولكن انا مش مقتنع بكل الديانات السماوية الديانات اللي موجودة دي، الله اعظم من هذا. طب انت يعني ايه المقياس؟ عقله انتخذ الهه هواه فرفض به الحق. فلا يجوز ان نعتقد نجاة من ينكر النبوات، والنصوص الصريحة محمد رسول الله، محمد رسول الله، فلا يجوز ابدا ان نعتقد بهذا. طيب هنكتفي بهذا،
ونكمل مراجعة إن شاء الله المرة القادمة. أعتقد إن إحنا المرة اللي جاية أظن ممكن نخلص وندخل في الجديد كمان إن شاء الله تعالى. طيب في أي سؤال قبل ما أقوم؟ أي سبحانك ها؟ لكنه لم يفعل قادر نعم لكنه لم يفعل تعمل ايه بقى بس لم يفعل هل فعل ذلك؟ فعلش ولكن قادر بس تعامل بقى مع الأمر الواقع كان قادر طبعا لا شك بس ليه بقى دي ترجع إلى محاولة تعليل المشيئة والمشيئة لا تعلف لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا مش كده؟ ما دي إجابة عقلية يا فندم أنت لما تقول إن الإله لا يسأل لأنك حين تسأله أو تسائله معناه أنك جعلت نفسك حكما عليه وفوقه فده قلب الحقائق أنت عبد ولا رب عبد يبقى ما تسألش الرب الرب هو اللي يسألك إحنا كنا فوق إثبات الإله إحنا عادي بنزل الإله في المناقشة خلاص إثبت له وجود الإله الأول ثم تحدث معه عن صفات الإله ومنها عموم القدرة وطلاقة المشيئة لأنه لو ما كانتش قدرته تامة وشاملة ومشيئته تامة وشاملة يبقى عاجز أو مكره إذا صح أنه عاجز أو مكره ما يبقاش إله فأنت كده كأنك بتقول الكلام وعكسه واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت